في أجواء من الغبطة والفرح والمرح صنعها خيرون أرادوا من خلالها، إلا أن يشاركوا نزلاء دار العجزة ببنشكا وبالمدية فرحة المولد ويعيدون إليهم دفء العائلة ولو لسويعات. إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف نظمنا احتفال على شرف مقيمي دار العجزة ببنشكاو، نظمنا لهم حفل عائلي بامتياز تخللته أنشطة تقوم بها الأسر الجزائرية. خرجة لاقت استحسان الحاضرين والمعنيين على حد سواء، مثمنين هكذا خرجات لما فيها من صور التكافل والتضامن والإحساس بالآخر. نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد لإدخال الفرحة والبهجة على أمهاتنا وأبائنا، خصوصا ونحن نعيش ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في جو أخوي ملؤه التآزر والرحمة بين مختلف أطياف المجتمع. مجتمعنا طيب، وجمعيات والمجتمع المدني الهادف دائما يخلق مثل هذه الالتفاتات الطيبة. أنا نهنيهم ونشجعهم، وإن شاء الله ماذا بينا يزيد الخير ويزيد نكونوا ونربوا أولادنا على ذي التربية الصالحة، ونطلوا كامل على المرضى ودار العجزة باش تبين عندنا شيم صالحة في المجتمع اللي نعيشين فيه إن شاء الله. ربي يحفظكم وأولادكم. ولأن التخلي عن الأولياء داخل دور العجزة ظاهرة وجبت محاربتها، فإنه بات لزاما علينا تربية الناشئة على قيم ومبادئ النبي صلى الله عليه وسلم بدل الاحتفال بالمفرقعات.